من السويد إلى فلسطين سيرا على الأقدام، رحلة قام بها الناشط السويدي بنجامين لاردا ليبعث رسالة إلى العالم يطالب من خلالها بالالتفات للقضية الفلسطينية ووقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. التفاصيل في هذا التقرير. لأجل قضية سامية، قطع ناشط سويدي مسافة 11 شهرا سيرا على الأقدام انطلاقا من السويد وحتى فلسطين، تعبيرا عن رفضه لانتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وليذكر العالم بحق هذا الشعب المضطهد. So we need to just do as much as we can as individuals, as groups, as societies on every single level to achieve the world we want to live in. I'm pretty sure you are all familiar with the horror in Palestine that's been going on for many decades. And this will not stop by itself. It will stop by many people taking many actions, putting a lot of pressure on the government of Israel and the United States to stop their human rights violations. They will not do so by themselves. It's always when mass movements, thousands, hundreds of thousands of people rise up and demand a different society, a different world, that the world starts to move. It doesn't move by itself. بعد زيارته فلسطين ومدينة الخليل تحديدا وما شاهده من انتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين، قرر هذا الشاب التعريف بالقضية الفلسطينية لمن يجهلها على طريقته الخاصة. وجود بنجامين بيناتنا بذكرنا بضرورة أن نكون مواطنين ومواطنات فاعلات، وفي أدوات كثيرة بين أيدينا. أهم أداة بين أيدينا هلأ حاليا وأي حدا بيقدر يمارسها هي أداة المقاطعة، اللي هي شكل من أشكال النضال، مقاطعة الكيان، سحب الاستثمارات منه ومطالبة بفرض العقوبات عليه. رحلة شتاء وصيف لمؤازرة فلسطين وشعبها العتي، لعل ربيعا يزهر على أرضها دون احتلال.